بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة النساء. الدرس 13. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق في الآية التي قبل هذه أن من المسلمين من إذا خرج المسلمون للجهاد في سبيل الله أو إذا أمر ولي الأمر بالخروج للجهاد في سبيل الله منهم من يتثاقل ولا يبادر ويتأخر عن الخروج مع المجاهدين، فإذا حصلت المعركة بين المسلمين والكفار وحصل على المسلمين شيء من الامتحان فإنه يفرح ويقول الحمد لله أني لست معه، لست معهم، فإن أصابتكم مصيبة فإنه يفرح ويقول الحمد لله الذي لم يجعلني معهم، ويفرح بهذا تثاقله وتأخره. وإن أصاب المسلمين غنيمة ونصر وظفر فإنه يحزن على تأخره لأنه يريد الطمع هو، يجب عن القتال وإنما يريد الطمع والغنيمة. إذا حصلت المسلمين غنيمة
قال يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. يصيب من المغنم يصيب. وهذا ضعيف الإيمان، أما المؤمن قوي الإيمان فإنه يخرج على كل حال، لكن ضعيف الإيمان والناس المؤمنون ليسوا على حد سواء في الإيمان، وليسوا على حد سواء في الشجاعة، فهذا شأن الضعفاء في إيمانهم وشجاعتهم. يا ليتني كنت معهم، يعني حضرت القتال فأفوز بالغنيمة والمال فوزا عظيما. قال الله جل وعلا في هذه الآية فليقاتل في سبيل الله، إذا كان يريد الخير ويريد الأجر يريد الثواب فليقاتل في سبيل الله، لأنه لا يحصل الأجر والثواب بالتمني، إنما يحصل بالعمل والجهاد في سبيل الله. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، وهم الكفار يشرون الحياة الدنيا وزينتها يستبدلونها بالآخرة، هذا شأن الكفار أنهم يستبدلون الدنيا بالآخرة، يجعلون الآخرة ثمنا لدنياهم. إذا كان هذا صادقا فليقاتل في سبيل الله هؤلاء الكفار، فليقاتل في سبيل الله الذين، هذا مفعول، الذين يشرون أن يستبدلون الحياة الدنيا بالآخرة، فيبيعون دينهم بدنياهم، يبيعون آخرتهم بدنياهم والعياذ بالله. فليقاتل إذا كان صادقا أنه يطلب الفوز العظيم، فالفوز العظيم في القتال في سبيل الله، دل على وجوب إخلاص النية في الجهاد، وأن المسلم يجاهد لوجه الله في سبيل الله، فليقاتل في سبيل الله ناويا بذلك الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. من يقاتل؟ يقاتل الكفار، أما المسلمون فلا يجوز قتالهم، إنما القتال شرع في قتال الكفار الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. ثم بين سبحانه ما يحصل للمجاهد في سبيل الله، من يقاتل في سبيل الله أي ناويا بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، لا يريد طمع الدنيا أو يريد المدح والثناء، إنما يقاتل طلبا للآخرة وطلبا للجنة، يقاتل في سبيل الله ويقتل، إن قتل فهو شهيد، والشهداء لهم أجر عند الله لا يعلمه إلا الله، وحياة في الآخرة. أتحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، فقتلهم حياة لهم عند الله جل وعلا، أما في الدنيا فهم قتلوا وفارقوها ولكنهم أحياء عند ربهم،
في الدار الآخرة في البرزخ حياة الشهداء. يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب يعني ينتصر على الكفار فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فالذي يقتل ينال أجر الشهداء والذي ينتصر ويسلم من القتل له أجران، أجر الجهاد وأجر الغنيمة التي أعطاها الله إياه يستعين بها على طاعة الله. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. أحل شيء الغنيمة لأنها ناشئة عن الجهاد في سبيل الله، فأحل المكاسب الغنيمة حلالا طيبا. سوف نؤتيه أجرا عظيما في الدنيا وفي الآخرة إذا انتصر وغلب الكفار، فإن الله يؤتيه أجرا عظيما عاجلا وآجلا. ثم قال سبحانه: وما لكم لا تقاتلون، أي شيء يمنعكم من القتال في سبيل الله. وهذا فيه لوم لهذه الفئة من الناس التي تثاقلت عن الخروج، لا يزال الخطاب معهم: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله. لنصرة هذا الدين وطلب الأجر من الله وقمع الكفر والكفار، هذا في سبيل ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، أي شيء يمنعكم. لا تقاتلون في سبيل الله وفي سبيل المستضعفين من المسلمين الذين هم في قبضة الكفار يؤذونهم ويضايقونهم ويحاولون صرفهم عن دينهم. لماذا لا تخلصون إخوانكم من الكفار؟ فأنتم تقاتلون في سبيل الله وتقاتلون أيضا لتخليص إخوانكم من الكفار، كالكفار الذين كالمسلمين الذين كانوا في مكة في ذاك الوقت. كان المسلمون في مكة مضطهدين وكان الكفار متسلطين عليهم وهم مستضعفون ما يقدرون على الهجرة. أما الذي يقدر على الهجرة لا يجوز له أن يقيم في بلاد الكفار، لكن الذي ما يقدر على الهجرة هذا يقع في فخ الكفار والعياذ بالله ويتسلطون عليه. لماذا لا تخلصون إخواني؟ الذين يقولون يدعون الله عز وجل ما لهم حيلة إلا الدعاء، يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، والمراد بالقرية هنا مكة، وكاين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك، يعني مكة. أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، القرية مباركة طيبة ولكن فيها كفار متعنتون متسلطون، الظالم أهلها يظلمون ضعفة المسلمين. وهذا شأن الكفار في كل وقت، أنهم يضايقون المسلمين إذا تمكنوا من ذلك وبقي الكفار عندهم
تحت سلطتهم تسلطون عليهم. الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، أخرجنا إلى بلاد المسلمين، أعطنا قوة نخرج ونتخلص من أذى أعدائنا. وانظروا، مكة أفضل البلاد وأفضل الدنيا، ولكن إذا اضطهد الإنسان في دينه لا يقيم فيه، يفر بدينه، كما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مكة وهي أحب شيء إليه، لكن فروا بدينهم. المسلم يفر بدينه من الكفار مهما أمكنه الفرار منهم، وذلك بالهجرة في سبيل الله، ثم يدعون يقولون واجعل لنا من لدنك، من عندك يا الله، من عندك اجعل لنا من لدنك وليا من إخواننا المسلمين يتولون. هذا دليل على أن المسلمين بعضهم أولياء بعض، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ناصرونهم ويعينونهم ويحمونهم من أذى عدوهم. المؤمنون يد واحدة، فلا تسلم أخاك للكفار وأنت تقدر على إنقاذه. المسلم أخو المسلم، لا يسلمه، يعني لا يسلمه للعدو، بل ينقذه منه مهما أمكن. اجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، نصيرا من المؤمنين ونصيرا من الله سبحانه بعونه وتيسيره. فهم يدعون الله عز وجل ويقولون اجعل لنا، اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، لانهم هم يقدرون على الخروج، يسألون الله ان يخرجهم. الظالم اهلها، واجعل لنا من لدنك وليا من المؤمنين تولى امرنا بدل الكفار، بدل الكفار، دل على ان المؤمن لا يوالي الكفار ولا يكون تحت ولايتهم اذا امكنه فراق، اذا امكنه فراقهم والابتعاد عنهم، يفر بدينه ويهاجر في سبيل الله إلى بلاد المسلمين أو إلى بلاد يتمكن فيها من عبادة ربه. ثم قال جل وعلا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، شوف تكرار في سبيل الله، في سبيل الله، في سبيل الله، دليل على أن الجهاد لا يكون جهادا إلا إذا كان في سبيل الله، أما إذا كان لطمع الدنيا أو لأخذ السلطة والغلبة فهذا ليس في، أو لطلب المغنم، هذا ليس في سبيل الله. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ولطمع الكفر والكافرين، هذا المقصود. والمؤمن يجب عليه أن ينوي هذا، أن يجاهد في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، كما قال صلى الله عليه وسلم، المجاهد في سبيل الله من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله لا لغير ذلك، لا لطمع في الدنيا ولا لطمع في السلطة ولا لطمع في توسيع المملكة، إنما في سبيل الله.
هذا القصد من الجهاد في سبيل الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، أما غير المؤمنين فيقاتلون لغير ذلك من مطامع الدنيا إلى آخره. والذين كفروا يقاتلون في سبيل من؟ في سبيل الطاغوت وهو الشيطان. وقارن بين من يقاتل في سبيل الله ومن يقاتل في سبيل الطاغوت، فرق عظيم، هذا فرق عظيم. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت أي الشيطان. نعم يقاتلون، هذا العجيب أنهم يبذلون أنفسهم وأموالهم في سبيل الشيطان عقوبة لهم، لأن الله أخذ لهم سبحانه وتعالى، فبدل أن يسلموا ويقاتلوا في سبيل الله صاروا يقاتلون في سبيل الشيطان. فرق بين قتال المسلمين وقتال الكافرين، لأجل يتضح للمسلم، يتضح للمسلم كيف يجاهد وماذا يريد بقتاله، ولا يكون إمعة مع الناس، ولكن يميز قاتلون في سبيل الطاغوت، يبذلون أنفسهم وأموالهم ويقتلون في سبيل الطاغوت والعياذ بالله، لأن الله أخذ لهم، ومن قتل في سبيل الطاغوت هو إلى النار وبئس القرار، يقتل في الدنيا ويكون إلى النار والعياذ بالله. هذا نتيجة القتال في سبيل الشيطان. وهل الشيطان ينفعهم أو ينقذهم؟ أبدا، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه العاقبة، أصحاب النار هم فيها خالدون. لما تولوا الطاغوت والشياطين جعلهم الله في النار خالدين فيها. ثم قال جل وعلا معقبا في ختام الآية: فقاتلوا أولياء الشيطان. قاتلوا، هذا خطاب للمسلمين، قاتلوا الكفار أولياء الشيطان. ولا يهمكم ما معهم من القوة والسلاح لماذا؟ لأنهم أولياء الشيطان. إن كيد الشيطان كان ضعيفا، مهما بلغ من مظاهر القوة هو ضعيف، هو ضعيف مهما بلغ من المظاهر والقوة في الدنيا، فإنه ضعيف إذا التقى مع أولياء الله، ضعيف. ولذلك كما ترون في التاريخ كيف المسلمون انتصروا على أهل الأرض كلهم بما فيهم كسرى وقيصر والدول الكبرى. لماذا؟ لأنهم يقاتلون في سبيل الله، وكسرى وقيصر والدول الجبارة تقاتل في سبيل الطاغوت، فهزمهم الله وجعل بلادهم غنيمة للمسلمين. اعتبروا بهذا، هذه نتيجة القتال في سبيل الله عز وجل.
إن كيد الشيطان كان ضعيفا مهما بلغ، فإن مآل جنده إلى الخذلان وإلى الهلاك، فلا تغركم قوتهم، لأنهم ليس لهم مستند، ليس لهم مستند يستندون إليه أبدا. الذي يقاتل في سبيل الشيطان هذا ليس له مستند وليس له غاية، ليس له غاية شريفة يريد التوصل إليها، فهم يستندون إلى ضعيف وهو الشيطان، وأنتم تستندون إلى قوي لا يغلب وهو الله سبحانه وتعالى. وفرق بين من يستند إلى الله ويتوكل عليه وبين من يستند إلى الشيطان وجند الشيطان. قاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فهذا تشجيع من الله عز وجل لعباده أن يستمروا في قتال الكفار مهما أمكنهم ذلك، فإن الله عز وجل يقول وإن جندنا لهم الغالبون، إما أن يغلبوا في الحال وإما في المآل. نعم قد يحصل على المسلمين ابتلاء وامتحان، ولكن العاقبة للمتقين دائما وابدا. إذا استمر المسلمون مع الله سبحانه وتعالى وواصلوا الجهاد في سبيل الله فإن العاقبة لهم. ثم قال جل وعلا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، هذا في مكة قبل الهجرة كان المسلمون منهيين عن الجهاد وكانوا مأمورين بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والدعوة إلى الله عز وجل فقط دون قتال، لأنهم ليس عندهم إمكانية وهم في قبضة الكفار تحت سلطان الكفار، ليس لهم إمكانية، ولو قاتلوا وهم في هذه الحالة لقضى عليهم الكفار لأنهم في قبضتهم وأقوى منهم. قيل لهم كفوا أيديكم لا تقاتلوا الكفار، ولكن اكتفوا بالتمسك بدينكم وإقام الصلاة، كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. الصلاة فرضت في مكة بلا شك ليلة المعراج قبل الهجرة فرضت في مكة، وكذلك صلاة النافلة كانت مشروعة من قبل. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هل فرضت الزكاة في مكة؟ لا، فرضت في المدينة، لكن المراد بالزكاة هنا الصدقة، صدقة التطوع، صدقة التطوع تسمى زكاة، تسمى زكاة، لكنها زكاة غير واجبة، صدقة تطوع. هكذا كان المسلمون قبل الهجرة في مكة، وهكذا تكون حال المسلمين إذا كانوا في بلد مضطهدين لا يقدرون على الجهاد، ف
فإنهم يكتفون بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والعمل الصالح ريثما يهيئ الله لهم فرجا ومخرجا، ولا لا يقاتلون الكفار وهم في بلادهم وتحت قبضتهم كما يفعله الجهال من المسلمين، هم في بلاد الكفار يقتلون وينتحرون ويفجرون، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز ولا يؤدي إلى نتيجة، بل يؤدي إلى نتيجة عكسية، أن الكفار يدمرونهم ويقضون عليهم. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ووجد الأنصار والأعوان وقامت دولة الإسلام في المدينة، فرض الله الجهاد على المسلمين لما صار لهم قوة وإمكانية، وصار لهم بلد، صار لهم بلد استقلوا به عن الكفار، صار لهم بلد، صار لهم إمام وسلطان وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، فرض الله عليهم الجهاد. كان المسلمون في مكة منهيين عن القتال، لكن كانوا يتمنون إن الله يفرض عليهم القتال وهم في مكة من أجل ما يجدون من الاضطهاد وما يجدون من التسلط، كانوا يتمنون إن الله يفرض عليهم القتال. يتمنون هذا ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، يعني في الجهاد يتمنون إن الله ينزل سورة في الجهاد، كانوا يتمنون هذا من شدة ما يلقون من الكفار، لكن الله حكيم عليم سبحانه، يعلم أنه ما يصلح لهم فرض القتال وهم تحت قبضة عدوهم. فلما هاجروا وجدوا السعة والراحة فرض الله عليهم القتال، قلت رغبتهم فيه لأنهم وجدوا الراحة وجدوا البلد الطيب ويريدون الرفاهية. فلما كتب عليهم القتال إنهم تباطؤوا، لما كتب عليهم القتال فرضه الله، يعني معنى كتب فرضه الله عليهم في مكة، فلما فرض عليهم القتال قالوا ربنا، فلما كتب عليهم القتال قالوا ربنا لما كتبت علينا إذا فريق منهم يخشون الناس، يخشون الناس صاربهم جبن، فالأول عندهم حماس لأنهم مضطهدون يريدون التخلص، أما الآن صاروا في سعة وصاروا في رفاهية فهم ما يريدون القتال، لما كتبت علينا القتال، يخشون الناس، يخشون الكفار، يخشون من الموت، يخشون، لما كتبت علينا القتال، يقولون لربهم سبحانه وتعالى لولا أخرتنا إلى أجل قريب، لو تمهلت معنا شوي، لأنهم ذاقوا الراحة وذاقوا لا يريدون مكدر، لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. قال الله جل وعلا قل متاع الدنيا قليل، قل متاع الدنيا قليل حتى لو أخرتم إلى أجل قريب كما تطلبون فإنه لا يستمر بل هو قليل، ولا بد من القتال، لا بد، لأنه من الضروريات لكم لما تمكنتم منه، لما تمكنتم منه صار عندكم استعداد وقوة،
صار من الضروريات بدل أن كان من الممنوعات يوم كانوا ضعفاء. شوف الفرق بين الحالتين. كل متاع الدنيا قليل، حتى لو أخرناكم إلى إلى مدة قريبة لا ينفعكم هذا، لا بد من القتال. القتال ضروري للمسلمين إذا قدروا عليه لإعلاء كلمة الله ولقمع الكفار ولنشر الإسلام. لولا أخرتنا إلى أجل قريب، قل متاع الدنيا قليل ولا تظلمون فتيلا، ولا تظلمون فتيلا، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، خير من الدنيا، إني أؤخركم قليل الآخرة خير لكم، خير لكم، والله جل وعلا يعلم وأنتم لا تعلمون. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والآخرة خير لمن اتقى، حتى لو بقيتم في الدنيا وأعطيتم الأموال والأرزاق والسعة فإنها زائلة، فإنها زائلة، الآخرة خير منها لأنها باقية ولا تقارن، تقارن الدنيا جميعا من أولها إلى آخرها، ما تقارن بقليل من الآخرة. الآخرة خير لمن؟ لمن اتقى. أما الذي يريد الدنيا فإنه لا يريد الآخرة، ما يجتمع هذا وهذا، ما يجتمع هذا وهذا. خير لمن اتقى، لمن اتقى الله سبحانه وتعالى. وأما من لم يتق الله فإن الآخرة، فإن الآخرة تكون خسارة عليه، نسأل الله العافية، تكون الآخرة خسارة عليه. أما المتقون فهم الذين يكون لهم الخير في الآخرة، الخير الذي لا ينقطع، وهذا لا ينال بالتمني، ولا لا بد من الجهاد، لا بد من العمل الصالح، لا بد من الأسباب التي يبذلها المسلمون ليحصلوا على خير الآخرة. الآخرة خير لمن اتقى. إذن عليكم بتقوى الله ومنها الجهاد في سبيل الله إذا كنتم تريدون الآخرة. ثم قال جل وعلا ولا تظلمون فتيلا، لا تخافوا إن عملكم يضيع عند الله ولو كان قليل، ولو كان بمقدار الفتيل. إيش الفتيل؟ الفتيل هو الحبل الرقيق الذي يكون في نقرة النواة، نواة التمر، تشوفون فيها خيط دقيق، هذا هو الفتيل، أضعف شيء. اللي عنده خير ولو كان بمقدار الفتيل لا يضيعه الله. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما ولا تظلمون فتيلا. الله لا يظلم أحدا بأن يعذب ما على غير معصية أو يكرم على غير طاعة، هذا ظلم. والله جل وعلا نزه نفسه عن الظلم، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ولا لا تظالموا بينكم ولا تظنوا أن الله سيظلمكم
ويضيع أعمالكم، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. إذا كان الله لا يضيع الفتيل اللي هو أقل شيء والذرة التي أقل شيء، فكيف يضيع الجهاد في سبيله سبحانه وتعالى؟ قاتل في سبيل الله ولا تظن أن الله سيضيع لك أجرك على الجهاد أبدا، الجهاد أجره عظيم لمن صلحت نيته وأخلص عمله لله عز وجل. هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح، نسأله سبحانه أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يخذل أعداءه وأن يكف عنا بأس الذين كفروا، فالله أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واربد كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره، إنك على كل شيء قدير. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما أول سؤال هذه الليلة، يقول السائل: ما حكم أن ينكر مجيء المهدي في آخر الزمان؟ هل يكفر بإنكاره؟ إذا علم الأدلة، إن كان جاهلا يعذر بجهله، أما إذا كان يعلم الأدلة الثابتة بل المتواترة في خروج المهدي وتعمد تكذيبها فهو كافر. نعم. يقول: هل النوم بعد صلاة العصر نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك بعد المغرب؟ أما بعد العصر أنه من الناحية الطبية يكره من الناحية الطبية إلا لمن احتاج إليه لا بأس، لكن إذا كان الإنسان ما هو حاجة إلى النوم بعد العصر فإنه من الناحية الطبية لا يصلح. وأما النوم بعد المغرب فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل صلاة العشاء، يكره النوم قبل صلاة العشاء ويكره الحديث بعدها، لأنه ينام بعد صلاة العشاء ليقوم من الليل يتهجد عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول: نهى السلف عن مجالسة أهل البدع، هل العوام الذين يفعلون البدع يدخلون في هذا النهي؟ إذا بين لهم وأصروا على فعل البدع إنهم لا يجالسون. نعم. هل يجوز للشخص أن يقول أنا سلفي؟ عند الحاجة، إذا كان بين قوم مخالفين لمذهب السلف فرق ضالة مخالفة لمنهج السلف، يتبرع منهم ويقول أنا سلفي، أنا لست على عقيدتكم ولا على مذاهبكم، إذا دعت الحاجة إلى هذا. أما إذا ما دعت الحاجة إلى هذا وبين سلفيين وبين أهل سنة وجماعة فلا حاجة أن يقول هذا. نعم. يقول: جئت للعمرة وقد استسمحت أحدهم بدين ولم يسامحني وأبو السلام، فما الحكم؟ ما دام جئت أكمل العمرة، الواجب أنك ما جئت، لكن لما جئت أكمل العمرة وأنت مخطئ في هذا، عمرك صحيحة إن شاء الله، واحرص على سداد الدين إذا رجعت. نعم.
ما حكم من يحتم عمرة ثم يخرج إلى التنعيم ويأتي بعمرة أخرى؟ لا بأس بذلك، أنه يكرر العمرة لكن يجعل بين العمرتين فاصل من الزمان، ما يكررها في وقت متقارب، هذا أحسن. وأما المنع لا نقول إنه ما يجوز، لا. نعم. يقول هل صلاة ركعتين بعد الطواف خلف المقام سنة؟ نعم، صلاة ركعتين بعد الطواف، ركعتي الطواف عند المقام إذا أمكن سنة، ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعملا بقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الآية بفعله لما فرغ من الطواف أتى إلى المقام ووقف عنده واستقبل الكعبة وصلى ركعتين، ركعتي الطواف. نعم. يقول أدرس في كلية الطب ويطلب منا أن نفحص النساء خلال الدوام في المستشفى، وهذا الأمر حكيم على كل طالب، فما حكم ذلك؟ والله ما هو طيب، هذا ما هو طيب. الواجب أن النساء تطببها النساء والرجال تطببهم الرجال، والمسلمون قادرون على هذا، قادرون أن يجعلوا طب الرجال بيد الرجال وطب النساء بيد النساء، هذا المسلمون قادرون على. أما الكفار عندهم لا يهتمون بهذا، ولا عندهم مانع من الاختلاط، الكفار ما عندهم مانع من الاختلاط، أما المسلمون فيجب أن يميزوا هذا الأمر وأن يجعلوا للنساء طبيبات ويجعلوا للرجال أطباء، والطلبة الطالبات الطب يفحصن النساء، طالبات وطلاب الطب من الرجال يفحصون الرجال. نعم. يقول أعاني من التعصب الشديد والانفعال السريع، فماذا أفعل مع هذه العصبية المطلقة وما علاجها؟ استعاذة بالله من الشيطان. إذا وجدت عندك شيء من الغضب أو من الشدة استعيذ بالله من الشيطان وتترك هذا الشيء وسيذهب عنك بإذن الله. لا تنفعل مع الغضب ومع السرعة، لا تنفعل. نعم. هل يشرع لمن يطوف حول الكعبة الإشارة إلى الركن في كل يوم؟ نعم، يستلم الحجر في كل شوط، فإن لم يقدر عليه يشير إليه في كل شوط ويكبر، يشير إليه ويكبر. نعم. ما حكم الذين يتبركون بمسجد الكعبة؟ لا أصل لهذا، الكعبة ما يتبرك بها، وإنما يطاف بها ويصلى إليها، وليطوفوا بالبيت العتيق، هو اللي وجهك شطر المسجد الحرام، هيا يطاف بها ويصلى إليها ويعتكف عندها تقربا إلى الله سبحانه، ما هو إلى الكعبة، تقرب إلى الله. الكعبة إنما هي مكان للعبادة، مكان لعبادة الله عز وجل، وليست هي التي يتقرب إليها أو يتبرك بها. نعم. يقول السائل أعمل في جهاز أمني وظيفة القبض على المجرمين، ولكن نخرج أحيانا في عمليات ويدخل علينا وقت الصلاة فنصبح في حيرة من أمرنا، إن أكملنا العملية خرج وقت الصلاة، وإن صلينا قد يهرب هذا المجرم الذي نريد القبض عليه، نريد التوجيه من سماحتكم جزاكم الله خيرا. إذا لم تتمكنوا من الصلاة إنكم تنوون الجمع، تنوون جمعها مع ما بعدها وتستمرون في العملية، لأن هذا من الضروريات، فتستمرون في العملية وتنوون الجمع، تأخير الصلاة هذه إلى الصلاة التي بعدها، الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء. نعم.
ما حكم مد الأرجل تجاه الكعبة القبلة؟ وين تودي رجلك؟ ما في مانع، إذا صرت بعيد من الكعبة ما في مانع، لأن ما هو هذا ما هو بإهانة للكعبة. نعم. هل تجب المضمضة والاستنشاق عند الاغتسال لغسل الجنابة؟ نعم، لابد من المضمضة والاستنشاق في الطهارتين، في الوضوء وفي الاغتسال، لأنهما من الوجه، الفم والأنف من الوجه، ولذلك شرع الله المضمضة والاستنشاق عند غسل الوجه. نعم. يقول السائل: نفسي تحقد على من يسيء المعاملة معي، كيف أتخلص من هذا الحقد؟ تخلص بالعفو، تعفو عن من ظلمك، لا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن، من عفا وأصلح فأجره على الله. نعم. ما حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك علما بأن البنك لا يملك السيارة حتى يأتي شخص بمطالبته؟ كذلك هناك زيادة في القسط، هل هذه المعاملة جائزة؟ أما الزيادة الثمن من أجل التأجيل فلا مانع منها، وأما أنه يبيع شيء وليس في ملكه هذا لا يجوز، لا يجوز للبنك ولا لغيره أن يبيع شيئا وهو ليس عنده ولا في ملكه. قال صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. الواجب على البنك وعلى غيره أن يوفر السيارات ويملك السيارات، إذا جاءه الزبون يبيع عليه حالا أو مؤجلا. نعم. يقول: دفعت مبلغ من المال مساهمة في أرض مع مجموعة، ولا أعلم كم تساوي هذه الأرض الآن، ولا أعلم متى ستباع، كيف أزكيها؟ هل أزكيها سنويا أم إذا بيعت أزكيها لسنة واحدة؟ لا تزكيها كل سنة، وتسأل شركائك أو تسأل الدلالين اللي يتولون بيع هذه الأرض، يشترونها ويتولون بيعها، اسألهم عن قيمتها، تسأل الدلالين الذين يتعاملون بالأراضي كم قيمة الأرض عند تمام الحول، تزكي نصيبك منها. نعم. تقول: عندما أكون لابسا عمامة أو طاقية، هل علي أثناء السجود أن أرفعها من على جبهتي أم أصلي وتكون بذلك جبادي لم تمس الأرض، هل صلاتي صحيحة؟ صلاتك صحيحة، ولكن الأفضل أن تباشر الأرض بجبهتك، وإذا سجدت على العمامة أو على الفراش لا بأس بذلك. نعم. هل ورد عن النظر إلى الكعبة في عبادة؟ لا أعرف شيئا من هذا. نعم. يقول: نقول في أرض الحرمين نشعر بالخشوع ورقة القلب، ثم نعود إلى ديارنا فتأخذنا الدنيا ولا نحافظ على الصلوات في المساجد ونشعر بقسوة القلب، فما هو العلاج؟ لا، الصلوات في المساجد واجبة، صلاة الجماعة في المساجد واجبة، لا يجوز التفريط فيها في أي مكان، ما دام تجد جماعة في مسجد قريب، مسجد قريب وليس عندك مانع يمنعك من الحضور، يجب عليك الصلاة مع الجماعة في أي مكان. نعم. يقول: في بلدنا في بعض القرى يحرمون المرأة من الميراث من حقها، وقد يعطونها شيئا يسيرا على سبيل الترضية، فما حكم ذلك؟ هذا من أمور الجاهلية والعياذ بالله، الجاهلية كانوا يمنعون النساء والصغار من الميراث، جاء الإسلام وأبطل هذا، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا، فلا يجوز حرمان صاحب الميراث من ميراثه رجلا أو امرأة، كبيرا أو صغيرا، كلا يعطى حقه من الميراث. نعم.
هل من آداب المسجد أن يجلس في الصف الأخير خاصة أن يجلس الإمام والمؤذن؟ هل من آداب المسجد أن يجلس الإمام والمؤذن في الصف الأخير؟ الصف الأخير؟ نعم. قبل الإقامة لا بس يجلس في الصف الأول أو متأخرا عن الصف الأول حسب العرفق به. نعم. هل يجوز أن نوكل الجمعيات الخيرية التي في الحرم لإطعام 6 مساكين لعدم الإحرام من الميقات؟ أنت ما تعرفهم ولا تثق من كل أحد، هذا واجب في ذمتك، فأنت تعطي المساكين أنت بيد، والمساكين كثيرون خصوصا في مكة، في مساكين كثيرون يأخذون الصدقات، لا مانع أنك تسأل العاملين في الحرم أو غيرهم عن المساكين يدلونك عليهم وتعطيها إياهم أنت بنفسك. نعم. يقول زوجتي تؤذيني كثيرا بكلامها السيء وقد صبرت عليها كثيرا، هل الطلاق هو الحل؟ الطلاق آخر شيء، نصبر عليها الصبر ما دامت زوجك وقد تكون أم أولادك، اصبر عليها لا ترجع إلى الطلاق إلا عند الضرورة، إذا كان ما يمكن بقاؤها فالحل الأخير هو الطلاق. نعم. يقول أعتمر عن أمي وهي عاجزة، كذلك أختي تعتمر عنها في آن واحد، هل يجوز ذلك؟ الحي لا يعتمر عنه إلا الفريضة، عمرة الفريضة إذا كان عاجزا ولا يستطيع الحضور إلى مكة، لا يستطيع السفر بصفة دائمة، ما يستطيع السفر بصفة دائمة يوكل من يعتمر عنها أو يحج عنها، حجة الإسلام وعمرة الإسلام. أما النافلة فلا، الحي ما يعتمر عنه نافلة ولا يحج عنه نافلة، إنما الميت هو الذي يحج عنه فريضة ونافلة. نعم. يقول أنا سائق ودهست ابنتي البالغة من العمر 3 سنوات بدون قصد، هل علي صيام شهرين متتابعين وهل أعتمر عنها وأتصدق عنها؟ نعم. كم عمرها؟ 3 سنوات. وهي بنته؟ نعم. لا، العمرة عنها والحج عنها ما وجب عليها شيء، أما الكفارة هي واجبة، صيام الكفارة عتق رقبة إذا أمكن، تحرير عبد إذا أمكن، إذا ما أمكن فصوم شهرين متتابعين، لأن هذا قتل خطأ، من قتل مؤمنا خطأ تحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، إلى قوله تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. نعم. هل تضاف الأوراق النقدية إلى الذهب عند حساب النصاب في الزكاة؟ بلا شك، كلها طريق واحد، الذهب والفضة والأوراق النقدية كلها تجمل وتخرج زكاتها ربع العشر. نعم. امرأة بدأت الطواف بالشوط الأول وهي تلبس النقاب ناسية، ثم أعادت الشوط الأول بدون النقاب وكانت في السعي منقبة، هل عليها شيء في العمرة؟ هو الكلام على السعي والطواف، الكلام على الإحرام، المحرمة من الميقات إذا أحرمت لا تلبس النقاب ولا تلبس البرقع، تغطي وجهها الغطاء بالشيلة أو بالثوب ولا تغطيه بالنقاب، ما خيط للوجه من البرقع أو النقاب، تغطيه بغير ذلك من أجل الإحرام أو من أجل الطواف والسعي فقط. نعم. ولكن إذا نسيت أو جهلت ولبست النقاب وهي محرمة فلا حرج عليها، إلا إذا تذكرت أو ذكرت إنها تنزعه ولا شيء عليها. نعم. تقول لاحظنا أن أمام قبلة مسجد ابن عباس في الطائف مقابر
ويفصلها عن المسجد ممر 6 متر وفي مؤخرة المسجد مقابر مفصولة بشارع ويقال إن قبر العباس أصبح داخل المسجد، فما حكم الصلاة فيه؟ القول ان قبر ابن عباس داخل المسجد كذب، ليس داخل المسجد. ابن عباس في مقبره مستقله مصوره، والمسجد مفصول عن المقابر من جميع الجهات، فلا حرج في الصلاه فيه والحمد لله. نعم. يقول اعاني من سلس البول وانفلات الريح، فمتى اتوضا؟ اتوضا عند الصلاه. اللي حدثه دائم من بول أو غائط أو ريح ولا ينقطع يتوضأ عند الصلاة ويصلي على حسب حاله. نعم. المسافر إذا فاتته صلاة عند سفره أو نسيها فكيف يقضيها؟ نعم. المسافر إذا فاتته صلاة عند سفره أو نسيها فكيف يقضيها إذا عاد لبلده؟ هل يقضيها قصرا أم تامة؟ لا، يقضيها تامة، لأن السفر انتهى، يرجوع إلى بلده يقضي صلاة السفر التي تركها نسيانا، يقضيها تامة. نعم. يقول صلينا في مساجد وكان في ساحتها قبور ولكنها ليست داخل المسجد، ولا ندري إذا كان القبر أولا وبني عليه المسجد أم المسجد أولا. السؤال، ما حكم الصلاة التي صليناها وهي أكثر من 10 فروض، وإذا كان علينا الإعادة فما هي صيغة الإعادة ونحن الآن بمكة؟ إذا كانت القبور متصلة بالمسجد، متصلة بالمسجد من أي جهة فلا تصح الصلاة فيه، لأنه مبني على القبور. أما إذا كانت المقابر مفصولة عن المسجد بطريق أو بأرض فضاء بينهم فاصل فلا بأس بذلك، صلي بالمسجد. إذا صليت في مسجد في قبر متصل به فإنك تعيد الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور، والنهي يقتضي الفساد، فعليك أن تعيد الصلوات مرتبة، اليوم الأول واليوم الذي بعده واليوم الذي بعده حتى تنهي الصلوات. نعم.